باسمك اللهم أبتدي وبهديك أهتدي وبك يا معين أسترشد وأستعين ونصلي ونسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. إخوتنا في الله ضيوف الرحمن، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ودنا أن يكون اليوم هذا اللقاء بيننا، وهو لقاء المتحابين في الله، ولا شيء أجمل وأعظم من أن تكون المحبة في الله يوم ينادينا الله يوم القيامة والنداء قريب. أي المتحابون بجلاله اليوم أغلهم، اليوم نغضهم يوم لا ضر إلا ضر. إذن رايحين إن شاء الله إلى ذلك المسجد لترسول محاضرة، وإلى ما يعني ما رايحين نتكلم. إحنا وحبينا اليوم أننا نجتمع في هذا الجامع، اصطفى من الأرض أماكن، واصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى إذن عمار المساجد لاصطفاء المساجد اللي ربي يبغي معناه يجعله من اهل المساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني فيما يخص المساجد: من دخل المسجد ليتعلم خيرا او ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. المسجد راهي عظمه كبيره، يعني في وجودنا وفي حياتنا وفي سلوكنا وفي تصرفاتنا وفي معاملاتنا كامل. المسجد هو الانطلاقه الاولى. والرسول صلى الله عليه وسلم يوم هاجر ما راح كلمه وين يقصر وين المسجد، ما قالوش ما عادش يبدا وين البيت، قال له هنا مكان المسجد. هذا هو. اذا احنا احنا شو لو كنت كنعرف الصلاه وعنوان الصلاه هو المسجد، وفيه الجمعة وفيه الأعياد وفيه اللقاء خمس مرات في اليوم. أنا لو كان يروح المسجد ما يوليش شرط بيننا وبين الأجانب، ما حطش فيها الزكاة ما يعرف حتى واحد إلا الزكاة إلا ما سمعتش. الصوم ما كانش فيها حفظ سنة الله ما صومش. يعني الشهادة ما كانش فيها عرف شهادة إلا ما شهدتش. الحج ما كانش فيها عرف حجي إلا ما حجيش. إذا فاشهد لمن رأيتموه يعتني بالمسجد بالإيمان. إذا في الصلاة هي وجودنا، والمسجد هو جامعنا. لذلك إذا كان ربي يعني يجمعنا كأجساد، إحنا نتمنى إن شاء الله يجمعنا كأرواح، يجمعنا يعني كمؤمنين، يجمعنا كإخوة، يجمعنا كمتحابين. نرجع للموضوع الشيخ الجديد، والتعارف من سنن الإسلام. إذا أحب أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه واسم أبيه ومن من هو. إحنا سنة الله أننا نتعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. علاش؟ لتعارفوا. لكن بعض الناس يقول لك أنا لا أعرف اسمه محمد واسمه الله واسمه علي. لا لا، أنا أعرف وأنا أعرفك، تعرفني أنني مؤمن وأعرف أنك مؤمن، أعرف أنك أخي وتعرف أني أخاك، تعرف ونعرف. يعني هذا هو التعارف الذي يجمعنا. إحنا هذا اليوم إن شاء الله تعارف العقدين، ولكن نزيد نجدوه، نزيد نجدوه يا جماعة. الأيام ماضية بسرعة البيان، ألا زيدوا
شامبو يعني محبب بالدكان على راس الوالي بالدكان يعني من الحاج وعلي انا واسم الحاج عبد الحاج عبد عبد الله يا ابويا خالد يعني قلنا الحاج اصبر على الليل الحاج يعني هذا الجماعة ما زلنا نقدروه واحد واحد هذا الجماعة طيبين الحاج وخبوث محفوظ يعني قالوا الله يسوع الأفضل ويسوع الإعلامي.
يا ربي المقبول في مقبول لي لست ربما بأفضل ولكن نصحنا عز وجل يسوخ لي الأفضل لما قلت في الثانية قلت فبريك أصبحي كذي قلت ما شاهد التوجه ما نشيك دخلت ما فش قيمة الإنسان وأظن أنه لما زدت فقالت تسمية الجائزة وما يرشيك بسيط ما نبقى الله كان في ولد عباس وكان من رواد البيت انتهى سلمني عليه الكرسي دخلت له ربما هذا انا يشرح لي عنده والله ما يشرح لي باش ولي نشهد هذا ان واحد المره غير عرض واحد الانسان مع ان البقعه قد يعرف ما تفعل هذا اللي ما جاش قلت له ما تفطرش عندك مفرد الروح قد يلاقي الطريق يدير اليد في اليد الكبار والصغار إذا كبار يدخل البيت في هذا مسجدكم وهذا الحي حيكم وانتم هم مالي وانتم غاديين وانتم اللي بديتوه انا غداش انا نجي ندير الفطرة تاع الاحتلال اللي تعبوا يجي ما تعبوا في الموبيلات تاعهم يجي يتعبوا شيء ولا شيء الدايه الكوندات والدايه السوداء طلع عليها شجرني ولا غيره ولا غيره ما غداش ندير هذا الفطرة عندكم وقف عند ربي سبحانه وعز وجل عندكم عمل هذا العمل اطلع الخير عند ربي سبحانه وعز وجل خلوا الخير عند ربي سبحانه وتعالى خلوا الخير عند ربي سبحانه وتعالى لما نقبلش نشعبها لنشغل تجيب الشباب يسمح يشتري ويسمح لي يسيب ولد الله ويسمح لي يسيب ولد ما نقبلش ولا اقبل ما نقبلش انه واحد كبير يقول لي ما شاف فات ولا كذا طبعا ما نقبلش حد الناس قالوا هذا الباب هذا بوي جاب كذا وبعدين ثلاث كيسه كذا قالوا بوي جاب كذا مش شنو نجيب هما بنوا المسجد صح ما شافش نديرو وراي بمعنى انه راكم عندكم وقف وقف مو مش قضية هذا زي الأسرة ولا في الأسرة ولا في الوليدات ولا في الأكلة البيت من دخل هذا البيت هذا ما يهناز الرقاص السجود والركوع فيه كل ما يزيد في الإنسان كل ما تبني درجة سليمان عليه الصلاة والسلام يقول من جاهد نفسه وكأنما فتح مدينة سبيل تبارك وتعالى جهد النفس الثاني نجوم هذا اللي خير بس ولا لا عيسى وسيد ونروح ولا النص مصر عمرو بن عاص اللي يفتحها كل الصلاه تاع المصريين وكل السجود تاع المصريين وكل الركوع تاع المصريين وكل العلم اللي راهم عند المصريين وكل لا اله الا الله محمد في قلبها واحد وكل تسبيح في قلبها واحد الا عمرو بن عاص يدينا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الناس في الاجر عدوى يوم القيامه ومش كل حاجه نديرها يدي نصيب منها كل حاجه نديرها انت مش مسلم بهذا الشيء واللي عنده اللي من هو الله واللي عنده اللي من صلوا واللي عنده اللي مش ندير الجلسه هذه الجلسه واللي عنده اللي من المساجد هو كل حاجه ايضا اي كل حاجه تبدا في هذا الجامع الخطبه ما جاش من تعبان ولا الدرس تعبان ولا الدرس على العالم ممكن يديروا ولا تاع الشيخ ابراهيم اللي كان عندهم ولا تاع الشيخ العاليه ولا غيره الا وسيرة حاج جيراني والحاج جدي والمريض والمشوار الاخفياء جنود الخفاء اللي ما تعرفوهمش الناس اللي يبانوكم سكر لي مداش كثير اللي بتراهم كثير اللي ربما جمع فردي كذا كان يخص كذا كان يخص وكثير منهم اللي ما نعرفوهمش يجي واحد السيد بعد ذلك السهر قبل يجي السيد عمر رضي الله عنه وارضاه يقول يا عمر انتصرنا وفتحت المدينه كل شكون اللي مات كل مات فلان كل فلان معناها ذكر واحد العشره هكذا واحد قال لهم مات واحد فيهم ما نعرفوش كسيدنا عمر رضي الله عنه قالوا إن كنت لا تعرفهم وعمر لا يعرفهم فإن ربهم يعرفهم ويعرفهم بأنسابهم ما عرفوش أنا وما عرفوش لا أخوك يعرف ربي سبحانه وتعالى سأل لي وسألت على وعد لما يكون ربي سبحانه وعز وجل دير القدر عنه سبحانه وعز وجل لما هو يكون عارف وهذا اللي ينحوس عليه الإنسان مش معناه هذا راني بديش إماما له وسيط الحاج لا مش هكذا هكذا تدين بعد تدير الوزن هلكت الإمام وما يشارك ولا ضحكت الإله ولا ضحكت الكذا التنظاف ضد كذا ضد كذا ولا تدرى عينه ولا تدرى أخر في من الإمام وفي من الله هذا تفاضل عن ربي سبحانه وعز وجل إحنا رأينا في سباق من هذه الدنيا سباق شكون يسبق من رضوان ربي سبحانه وعز وجل رأينا في سباق شكون يسبق من النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعت الناس كنت في ولد عباس كنت في جنة إلى المعبود كلهم ولن نعود نقول أهل لم يخدمونا في المسجد تستمعين لتبعين الوظيفة ولا اللي رموا 40 وحتى اللي في اللجنة
شو نقول لهم؟ نقول لهم هذول يفوت قد ما نقول لهم يتبعوا، بس احنا لما نلقى في السوق ولما نلقى في البلاد ولما نلقى في قهوه تجيب هذيك يديك وتقول يا حرام عليك كيف راه نضرب؟ موش بها تربط راسك تقول لهم والله بدي نجي نشوف شو بدي نتمنى منه. احنا رانا رايح نجيبوا نكبروا ونلقوا بعضنا بعض. زيد زيد امر واحد اخر اهل الحي هذا مانيش انا ربان اللي معنا احنا ربان وبين نار وبين نار. الحاجه راه هنا مش هذا بس ربي يحفظه ويسلمه مش هذا مش هذا راه العبادية قد لا ربما لما يكون في واحد من الحاجة لا ما يسمع وابراهيم ما يسمعش وش يبدا تقول انتم ما تدروا بعضكم بعض. الامر الى ما ينغلقوه الى ما ينغلقوه لا هو لازم الامر اللي في الانسان اللي يتغلبوا لا غير الناس اللي تحضر معاهم في القهوه والفرح اللي يتغلبوا يغلبوا واحد اخر ما يسمعش مش منهم ما يعرفوش مش من جار مش من كذا. لذلك حي 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 والله حي هذا حي نهار جمعة ربما لما اعتريت بالكرسي ولما رحت للمنبر من مرتاح النبي صلى الله عليه وسلم اللي لاحظت أن لاحظت كأني أنا صورة حضارية ناس عندهم قيمة ناس عندهم وزن ناس عندهم وجه ناس عندهم وجه كنا في واحد المكان لما كنا خدمه لما تروح تبغى يصلح بيه شو ما صير تدي معاه مرة يبارك أول حاجة من النار اللي اللي تقدموا ربما هو يفري معاه اللي تنعقد هو يفتح معاه تبارك ربي ان شاء الله يحضر كل الخير فسبحان الله تبارك وتعالى يد 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 نخدموا هذا المسجد تاعنا نديروا اليد في اليد ونخدموا في المسجد هذا المسجد هو هو الانطلاقه بها العين تاعنا اللي يهربوا هو الانطلاقه بها الحس تاعنا هذا بينتقل ميدان مش على كبر الله باش لما يخمم الانسان يكبر قلبه على الميدان وعلى النفاذ الاجتماعيه اللي يدير نحن ورق الميدان ربي يحفظه ربي ان شاء الله يجعلنا خدام هذا المسجد الله يجعلنا ان شاء الله خدام الله يجعلنا ان شاء الله نخدمكم باذن الله تبارك وتعالى والله الا جيت مش في سنه باهي ما نخدمكم والله ما نحكيش معاك ماني صانع نسوي لي حتى حبه زريبة عرف زريبة ماني صانع شغل اذا بدي الخير ديروا في جنب اذا بدي الخير ديروا بعضكم بعض ديروا في محبتكم ديروا في التواضع بعضكم بعض ديروا في الخير في بعضكم بعض هذا اللي نحوس عليه ربي يحفظكم ويحفظكم ربي يسر نصركم واذا كان غير ذلك يخرني قلب. إذا كان غير ذلك والله يخرني قلب. وذي المرة إذا قال لها هذه الإمامة ما سيخدمها كلها كيف؟ ربي يحفظنا يا مخطوط ربي يسمع ويسمع. شيء مهم لكن يعني المسجد بيت الله وتكفل الله لمن كان المسجد بيته. هم قاعد كده بقين يقول هذا المسجد نبقى وشاء الله يضع الرب يتكفل له لماذا بالحقول والجواز يعني يمر بسهولة إلى أين إلى رضوان الله إلى الصراط إلى الجنة يعني إن شاء الله ربي كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا مثل يوم القيامة في جنة الفردوس يعني يجمعنا ربي يجمعنا ربي ربي سبحانه عز وجل غني كريم هذا هو رئيس اللجنة الشيخ الرشيد صادق بن زيارة تعرفوه وراه من أهل الحي وقلنا يعني حاجة ننبه لخاتمة قال الشيخ لو إمامنا جزاه الله خير الجزاء ما فيناش التميز أنا رئيس اللجنة وأنت يعني في اللجنة وهذا يعني ما وش اللجنة ولا اللجنة خاطبني ولا المسجد وش الداني لي ولا وش جابني لي يعني سبع أجر إذا نحن كلنا شخص واحد في بيت واحد وخير ما فيناش بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام انا ما تكلمش بزاف ما نطولش عليكم ونخليكم الحلويات وكاع على اطراف القهوه بردت وكاع انا بكل حال الشيء اللي فرحان به انكم شرفتونا وشرفتوا الجهه وشرفتوا المسجد واني فرحان بالبركه اللي حضروا معنا لا هو مش عارف القيمه اللي عندنا هنا واش ينفع نقولوا فيها ربي يشد باخلاص القيمه احنا تربينا ولدينا رفونا واني نحترموا الكبار احنا كالكبار حتى حاجه يقولوا بكريم بالبركه تاع الكبار هي اللي تمشي هذا المسجد تاعكم وكما كان يقول الشيخ هذه لوحده انا وليتكم ورجعنا كاع ولادكم انا انا وليت الحي هذا وعائله واحده اذا احنا ما خلوش الشيطان يدخل بينا فينا ولا قال هذا كبير ولا هذا صغير احنا الشيء اللي نقولوا الناس نديروا وقلنا ونعاودوا
لابد من مجمع هذا اننا ما نديرو حتى حاجه بلا بيوت. ما كانش اي شيء.